وقبل ما احب ده بشكل مختلف، لكن واقعة احمد فراج تنطبق تماما على معز مسعود بشكل واضح، طبعا مع الفرق الكبير. يعني احمد فراج كان يعني كان واحدا من اشهر مقدمي البرامج الدينيه، الى حد انه كان بيعامل مثل الدعاه يعني، وزواج وصباح كمان يعني فنانه كبيره، يعني وضع يختلف. خلينا نسال الاستاذ محمود عطيه كلام الدكتور حسام علي هنا، بقول لك يعني لماذا تقحمون انفسكم بهذا الشكل في حياتي الشخصيه؟ ما الجرم الذي ارتكبه هو او هي؟ استاذ محمود اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اتفضل. والله بالنسبه لي انا لم ارحم نفسي، اللي اتجوز اتجوز واللي اتطلق اتطلق، ما تفرقش معايا يعني. ولكن انا كنت كتبت عشان برد على البعض اللي هو بيتكلم على هذه الزيجه. يعني اولا مبروك لشيري عادل، ولا نقترب منها من قريب او بعيد. حضرتك ضربت مثل بالاستاذ الراحل الكبير الاستاذ احمد فراج، والامير الذي تنازل عن عرش الملك عشان يتجوز محبوبته. لا ده كان داعيه ولا ده كان داعيه. اذا كنا حضرتك بتقول بنعامل الاستاذ احمد فراج عليه رحمه الله على انه داعيه، ولكنه لم يكن داعيه ولم يلعب بعقول الناس. انا عايز اعرف يعني من انا بالنسبه لي لا ك ك ك ك كان يعني برنامجه الديني يقدم فيه الوعظ والنصائح، يعني ما هو احنا بناء يعني هو معز مسعود بيعمل ايه؟ ما يقدم برامج، ما لا يعني الاخ اللي انت يعني بتتكلم لا عليه، يعتلي من برن، يعني ما هو بيعمل زي لا بيقدم لا برامج. لا احمد فراج عليه رحمه الله ده رجل فاضل ومذيع كان اعلاميا، وبيستضيف علماء اجلاء بيفيدونا كتفسير واحاديث. اما الاخ اللي تزوج من شيري، انا بالنسبه لي انا لا اعتبره ولا امثاله بيمثلوا لي انه داعيه. داعيه ايه يعني؟ بأمارة ايه يعني؟ واخد بال حضرتك؟ حتى كبيرهم عمرو خالد لا اعتبره داعيه، واخد بال حضرتك؟ فحينما يتكلم المعتز او معز ويقول معز ويصف الزوجه المسلمه للشباب، طب ما يمكن هناك شباب لديهم القدره ان هم ممكن يتقدموا لسين او صاد من البنات او من الفنانات او من الشهيرات والحاجات دي، وانت بالكلام اللي انت قلته منع قطعت عليهم السكه مثلا يعني. يبقى انت تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ يعني انت عايز تقوله ان انت ممكن تكون بخطابك منعت زيجات وفصلت بين محبين؟ طبعا. وبتعمل انت ده، وبتعمل انت نفس اللي انت بترفضه على الناس، انت بتحلله لنفسك يعني. يعني هي شيري طبعا مبروك والف مبروك عليها، لكن انا ما بالنسبه له هو، انا لا اعتبره بالنسبه لي انا داعيه، لا هو ولا غيره. وانا ضد هؤلاء الناس دي منذ ان صعدوا الى الساحه الاعلاميه، وتقال ان كان صعودهم مقصود. انت شايف جزء، وهنا طبعا يا جماعه صور الزفاف هتلاحظوا كلها من الخلف يعني اللي تم نشرها، فهنا الناس طبعا بتتكلم في احتمالين. اما الاحتمال الاول، ما هو بقى يعني خلاص طالما المسائل بتطلع للراي العام، انه تكون ملابس العروس مفتوحه من الامام يعني، فهو فضل كده، او انها تكون التقطت خلسه، يعني التقطها احد الاشخاص خلسه وهو ما كانش عاوز انها تنشر بهذا الشكل. اتفضل استاذ محمود. ممكن يكون حضرتك هو يعني فاهم ان هي من الخلف او من الامام من صوره شرعيه، يعني هو في دماغه ممكن يكون برضو من ضمن الغنى اللي بيغنيه علينا وعلى الناس، ان دي مثلا الشارع بيقول من ورا يعني، تتصور من الخلف مثلا ولا حاجه يعني. انت مش عايز تفصل ده عن ظاهره الدعاه الجدد يعني؟ لا لا لا، دي ظاهره لازم تتقص، ولازم دي الناس تتحاسب، والفلوس اللي لموها يتحاسبوا عليها، والتبرعات اللي خدوها يتحاسبوا عليها. لما نعرف ان بيقولوا عمرو خالد سمعنا وكتب مش عارف خد من لندن قد ايه، وطلب من المملكه العربيه السعوديه مش عارف كم مليون ريال لدعم المشروع بتاعه ورفضوا، ولا الناس دي شغاله لوحدها ومفيش رقيب عليهم ولا ايه؟ ايه ده؟ وبعدين يعني انا مع كل مع يعني مع تمنياتي القلبيه طبعا للممثله الصاعده، انا ما بقولش عليها فنانه لانها لم ترتقي لسه بدري عليها انها يتقال عليها فنانه. للممثله الصاعده الف مبروك ليه عليها. بس فنانه ناجحه وقدمت اكثر من عمل ناجح. لا يا استاذ وائل، انا يعني انا بقول انتوا ليه بتزعلوا من الحقيقه يا اخوانا؟ يعني اجيب صغيره زي كده واقول عليها فنانه، واقول على الفنانات الكبار فنانه؟
لا لا يستوي يعني الناس مع بعض لسه. طيب استاذ ايمن محفوظ، اخد منك بس تعقيب اخير، ومن الدكتور حسام وايضا من عبيد، اتفضل استاذ ايمن. هو السؤال، هل هناك شروط شرعيه او قانونيه لاختيار زوجه للداعيه؟ لا، ما حدش اتكلم عن كل شيء، الناس بتتكلم عن مفيش شروط تناقض، مفيش شروط. ما هو الناس بتتكلم عن يعني استاذ محمود بيقول لك ده داعيه شاب يمكن ان يكون فصل بين محبين بسبب كلامه، ثم يقوم هو بتصرفات مناقضة يعني. تفضل. ايه المعلومات المؤكدة ان السيدة شيري عادل ما هياش الزوجة اللي على خلق وعلى دين؟ انتوا متأكدين من الكلام ده او انتوا على يقين من ان الست دي غير مؤهلة؟ لا، هو الكلام مش في الزاوية دي، انه ما يقدمه من نصائح متعلقة بالزوجة المثالية، وكما يجب أن تكون تتناقض مع ده، وإنه فكرة اللي يمنع أن زوجة الست زوجة عصرية عايشة وسطينا تكون هي برضو عندها عقل وعندها دين إحنا يا جدعان ما نبصش للمظاهر، إحنا مش عايشين وسط الناس دي ونعرف الست اللي جواها إيه، إحنا ما دخلناش جوه قلوبهم. بتكلموا كمان أستاذ أيمن على إن كيف يحدثنا عن الزواج الناجح، وهذه هي الزيجة الثالثة اللي هو باب النجار مخلع، يعني ما هو الناس بتحاسب الناس بتتعامل مع الدعاة الجدد، هي ظاهرة انتشرت بشكل كبير على ان فيها بعض الثقوب يعني. أنا مع التعدد معاييك. نعم. أنا مع التعدد ولكن بشروط، وإحنا ما عندناش الداتا الكاملة إن إحنا نقدر نقيم تجربة الأستاذ إذا كان جواز